عنتر بن شداد يا بعوان يا بعوان عامل عنتر بن شداد حامل السلم بالعب انت جوان واحنا جوان لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا لا تقولوا اف ولا هذا البير وهذا غطا والشاطر فيكو فهمان يدور على الحل بيلقاه دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رايك شو بتقول الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل الكلام ما قل ودل كل مشكلة ولها حل لو بدي أحكي الصحيح من كلام الكل بنعل دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول دخلك دخلك يا بعوان اسمعنا وافهم على طول هاي حالتنا مالها حل بدنا رأيك شو بتقول منوع يا مرزوق ايه هذا قرابته معواد هذا اللي بيوشي اللي بيوشي هو لحق يترك دار ابو عواد ويسافر حتى يرجع بهالسرعه اظن لك يا جميل الصيفي المره هاي ها جاي مبدر شويه يا مرزوق يا اخوي الصيفي ان بدها تبدر شوي بتبدر لها 10 ايام شهر بالكثير اما تبدر 4 اشهر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني هالساعة يا جميل بدك تقنعني أنك بتفهم فصول السنة صدقني يا أخي صدقني إنه دائرة الأرصاد بعض المرات بتخربط فصول السنة ترى أنا خالت المرة هاي جبت لكم هدايا إلك ولعم أبو عواد وللمحروس النجاح والله يا إسماعيل ما من ردك إلا سهل تسلمي تسلمي وين عم أبو عواد هسا عم يجي من غير شر وين وين المحروس النجاح بالشغل يا اسماعيل بالشغل لا احنا من هسه لازم نحط النقاط على الحروف وانا ما بحبذ ان واحدة مثل نجاح تشتغل وتفضلي على كل حال هاي هديتها شو هذا يا اسماعيل هاي ذهب شو انتم بطلتوا تعرفوا هون شكل الذهب هاي 24 قيراط هاي اللي شايفيتها وجبت لك شكفة فستان وجبت لعمي أبو عواد شكفة بذلي بس بدي فصلها بسرعة وتكون جاهزة قبل الجيزة هو أبو عواد بده يتجوز؟ أبو عواد كيف بده يتجوز؟ وبقدر يتجوز؟ أي منع بطق رقبته وطق طيب ومنول بده يتجوز؟ أنا والمحروسة النجاح لا 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 مبروك يا بعواد مبروك مبروك ان شاء الله مبروك الله يبارك بيك يطول عمرك بس على ايش بتبارك لي ايه زوار الصيف المره هاي بلشوا يجوا بالشتويه إيه؟ وبعدين اسمح لي انا من رايي ها بلاش نسميهم زوار الصيف خلينا نسميهم زوار الفصول الاربعه عندنا زوار يا اخوي قرابته معواد هذا اللي بي وشه اسماعيل ما غيره بس المرة هاي صدقني جايب لك شنطينها شنطينها كبار بعدين اسمح لي يا ابو عواد ترى الضيوف الك والهدية الي مرزوق مبروك عليك الضيوف والشنطات لا عمو لا الضيوف الثقيلين الدم هذول انا ما بدخلهم داري لا عمو لا شو بتفكرني ساذج صدقني انا بورجيهم العين الحمراء من اولها
اطمن يا مرزوق، وهذا بفرك عيني من هسع مشان اورجيهم العين الحمراء. فركت عينك، فركت اذنك، فركت شعر راسك، ما بتفيد مع ثقيلين الدم هذول. الله يقطع الغربة، الله يقطعها. اي في احلى من الواحد يكون بين اهله وقرايبه. اهلا وسهلا يا حبوبي، ما بيش احلى. انت ميت مسافر؟ قلت لك بدي استقر، يعني اظل هون. اهلا وسهلا يا حبوبي، قديش بدك تظل تستقر هون؟ ان شاء الله على طول. يا اهلا يا اهلا بقرايبك يا ام عواد. انت ما شفتش قطعه القماش اللي جابها اسماعيل؟ شفتها ولا ما شفتها؟ يعني لما فصلها بدي ادفع 10 أضعاف. يعني اسمع يا حبوبي، احنا شخصيا بنحب راحتك وبنحبك تكون مبسوط ومرتاح. بيوتيل قريب جنبنا بتروح تسكن بيه وبترتاح. شو هالحكي يا ابو عواد؟ خالتي انا ما زعلتش من كلام عمي ابو عواد، لانه كلامه منطقي وعملي، وانا بحب دائما الناس العمليين، بحبهم كثير، وعشان هيك انا رايح على الاوتيل اسكن واشارك عمي ابو عواد. شاركني؟ والله انا يعني حب افتح مشروع، وانت عشان عارف الحارة هون والناس كويس، فانا مستعد اني اشاركك. بس يعني انا اهلا وسهلا بيك، بس يعني انت يعني معاك قروش؟ معاي 45,000 ليرة. اهلا اهلا سيد اسماعيل، تفضل تفضل، استريح وقعد، تفضل تفضل. تسلم، بدي اروح على الاوتيل احجز وبعدين بنتفاهم. لا يا حبيبي، الاوتيل غالي عليك، ارتاح، هاي دارك يا عمي. اسلم. لا لا، استغفر الله، هات لك حبه يا حبيبي. ام عواد، اعملي لنا اكله دسمه لقريبك اسماعيل. لو سمحتي باللحم البلدي. من عيوني. بس شو بقول، حكي عن الموضوع الثاني. هو بموضوع ثاني؟ في موضوع اساسي. تفضل اشرح لي ابعاد موضوعك الاساسي سيد اسماعيل. عمي ابو عواد، شو رايك فيه؟ 45,000 دينار، انت ممتاز. يعني انت موافق؟ انا طبعا موافق على شركتنا على طول الخط يعني. وعلى الجيزه. جيزه؟ اي جيزه؟ ها؟ انا يا عمي ابو عواد بحصل لي الشرف اني اطلب ايد بنتك نجاح. بس انت عمو متجوز. اطمن، طلقت. 45,000 دينار، يعني شو بدنا نقول شو بدنا نقول؟ يا اهلا، الف مبروك يا حبوبي. الله يبارك فيك. اسف على ازعاجك. ما فيش ازعاج ولا اشي، تفضل. الصحيح انا جاي عشان موضوعنا. انا مفكر يا نجاح ارجع واطلبك من ابوك، ايش رايك؟ مثل ما بدك. انا بطلب رايك وبصراحه، اتقدم ولا لا؟ اذا كان علي فيا ريت، لكن الخوف من ابوي جاي زرطه، وخصوصا انه احوالي الماديه حاليا احسن من الاول. بلاش نقطع الامل، تعالوا فاتحوا من جديد. بس قبل ما ازوركم بحب الجس النبض من عندك انت. ليش؟ خايف تقابل ابوي؟ لا بالعكس، ابوك رغم كل اشي انسان طيب، وبعدين هو بشوف مصلحتك من وجهة نظره، لكن الخوف انه يطردني مرة ثانية. ما تخاف، توكل على الله. والنعم بالله. بتعرفي يا نجاح، انا رايح استحمل كل اشي عشانك. اكتب وسجل يا سمعة، ترى بديش خطك وتخطيطك ينهز. اكتب يا عمي. انا ابو عواد، انا تراني في كتابي بلبل. اسمع يا بلبل، احسن مشروع ممكن نفتحه احنا بهذه الحاره هو النوفوتيه. النوفوتيه؟ نعم، النوفوتيه. قرشك بربح 500 قرش. يا ناس، معقول؟ طبعا معقوله، لانه يا حبيبي النوفوتيه مثلا الفانيلا، انت لابس فانيلا؟
اي نعم. النفيلة الفانيلا قديش بتسوى بتعرف؟ صدق ما بعرف. الفانيلا يا سيدي بيشتروها بعشرين قرش، بيبيعوها بقديش؟ بدينار ونص. احنا خالو بنبيعها بدينارين. ليش؟ لانه التموين يا حبيبي ما بيراقب النفوتيهات. بعدين احنا يا حبيبي النفوتيهات بتحط الاسعار اللي بدها اياها. يعني فكرك انه النفوتيهات عليها طلب؟ يا زلمه معلوم عليها طلب ولا الناس يعني بدها تمشي مشلحة يا سيد اسماعيل؟ شوف يا حبيبي مثلا يعني الناس النفوتيه بيجيبوا من اوروبا اجنبي استوكات بسموها. هاي الاستوكات مثلا بيجيبوا البنطلون حقه دينار يا حبوبي، قديش بيبيعوه؟ اسالني قديش بيبيعوه. قديش بيبيعوه؟ استنى شويه، ب15 دينار. 15 دينار؟ نعم. في ناس هون بيشتروا بسعر غالي مثل هيك؟ نعم يا حبوبي، هذا لأنه أجنبي بيجيبوه من برا يا حبيبي. الناس بتلحقش تصف على الدور من هون وهناك، بوقفوا 200 واحد. مشان إيش؟ لأنه سمعوا إنه الماركة أجنبية. شايف حبيبي؟ سمعوا إنه الماركة أجنبية. شايف؟ بتهافتوا عليه. والمثل إنه هون بقول الفرنجي برنجي. شايف خيو؟ اطلع علي هون. شايف؟ قول بعدين إيش بدك؟ خلص لازم إحنا نعمل نفوتيه، بس منين محل؟ عندي أنا. وين؟ بناخذ دكانة مرزوق بنضحك عليه ونشتريها. يعني فكرك إنه بيقبل؟ خلي هاي علينا يا سمعة يا حبيبي. شي غاد يهدوا التكاني. اي هو بس تكانتك يا مرزوق؟ انا الموظف المسؤول قال لي بدهم يعملوا من هون تنظيمي مرقوا شارع، وعشان هيك بدهم يهدوا الحاره كلها. ولو 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 وصير بيعمل حاره وبدون تكاني. يا زلمه هو انت اول واحد ببيع بلا تكاني؟ ما كلها بتبيع بلا تكاكين. ولزفت من هيك قال بدهم يدفعوا تعويض. اسألني قديش تعويض؟ قديش يا سيدي؟ من 100 ل150 ليرة. لا إله إلا الله، لا أيهم ضروري هالزائل يضبوا الحارة، ما طول عمرها فوضى بفوضى، ما احنا متعودين يا أخوي على الفوضى. يا مرزوق يا حبيبي هسع بلاش لت وعجن، دبر حالك قبل ما تضيع. وكيف بدي أدبر حالي دخلك؟ بنحط على التكان برسم البيع، بنلاقي لنا واحد أهبل مش عارف بقصة التنظيم، بنلبسه الدكانة وبطلع مين المستفيد؟ أنت. معقولة؟ معقولة؟ لأنه أنت صاحبي وحبيبي وبتعز علي. خبرتك هاي الأخبار الثقالة؟ الله يبارك فيك. بس دخلك منو الأهبل هذا اللي بدنا نبيعه التكانة؟ أنا. انت هبيلي؟ لا قصدي مش انا، يعني قصدي الدكاني انا بدبرها لمين؟ لاسماعيل ابو وشي قرايبنا. لانه هبل بدبروا لي اياها. بس في شغله مهمه جدا ونقط مهم. ما تنسانيش من القومسيون. رقبتي سدادي يا ابو عواد. بس وش الاسماعيل هذا وشي بسرعه؟ شو بتقولي يمه؟ هذا كلام فاضي. هذا ابوكم موجود وبتقدروا تتفاهموا معه، ما فيش اصلا مشكله مشان نتفاهم احنا وياه. يمه وانت كمان موافقه انك تجوزي اختي نجاح لاسماعيل؟ وماله اسماعيل؟ بطل هسع ينفع على القليله، قرايبنا وبنعرف اهله. يعني انت موافقه يمه؟ طبعا موافقه. واسماعيل راح يصير شريك لابوك بالتجاره. وانا جزء من الصفقه التجاريه اللي بخطط لها ابوي طبعا. اسمعي يا نجاح، انت كبرتي وانا وابوكي بنفكر لقدام، وبعدين هذا فواز ما بي منه فايدة. أنا بقول لك أجا نصيبك أترفسيش النعمة. أي نعمة هاي يما اللي بتقولي عليها؟ يمكن النعمة إنك ما تخافي منه، ما تظلي خايفة. بلاش مسخرة، عيب عاد عليك تتمسخر على الناس. وبعدين هذا قرايبي، وشوفوا ومهما قلتوا ومهما حكيتوا نجاح لإسماعيل وإسماعيل لنجاح. وأنا بقول لك إن الموت أشرف لي من هالجيزة هاي. حياتي بين إيديك وإنتوا اللي قرروا. يما لا تخلي المصاري تعمي قلب أبوي. ومثل ما قال المثل، يا ماخذ القرد على ماله بروح المال وبيضل القرد على حاله. شو يعني؟ ابن خالتك قرد؟ لا يمه، زرافي. آخ
مضيت العمر بالدكان والحارة، وجا التنظيم تايه دمها يا خسارة، وشلون أعيش بعدك آخ يا دكاني، بعد العز راح تصيبني الورارة. مرحبا مرزوق. وشو بدك انت الثاني؟ بدي كيلو سكر. ابيش سكر ولا هيطلية ولا بيشي، خلص خلص ما دوم انت الدكاني. هدوها. مين اللي قال لك؟ ايه منو اللي قال لي؟ جماعة جماعة اصحاب ابو عواد. ما اظن انهم هدوها. لا يا اخي بدهم يهدوها. ايه وبالعمارة بدهم يهدوا الحارة والدكاني. يا عم مرزوق يا عم مرزوق، لو بدهم يهدوها ان كان عندي خبر على الاقل ماني بعدني في المجلس البلدي. ها يعني ما بي من هالخبر خبر ابدا. هالعادة. وشو قصده ابو عواد بالموضوع هذا؟ يمكن اشاعة. لا لا يا استاذ فواز، هالساعة انا كشفته وكشفت الطابقة، هذا بده ياخذ الدكان بسعر الفجل ها وينطيها لقرايبه، لكن انا اللي بدبره. طيب هسه ممكن تعطيني كيلو سكر؟ كيلو بس؟ انت شوالة، قصدي بتستاهل شوالة. عم بعواد بدي اسألك، بالك الصراف ما ضحك علي؟ هو نضحك عليك ضحك ونص عمو، لأنه هذول الصرافين جماعة مدعومين، تقدرش تتخنفس معاهم ولا كلمة، بتقولهم يا عمي هاي الجريدة هاي السعر الرسمي موجود بالجريدة، بقول لك قب من وجهي روح اصرف من الجريدة. مش مهم. شو يعني تخسرنا 20 ليرة؟ ولا همك، فداك فدا شراكتنا وفداها. مني هاي نجاح. يلا يلا عمو نروح عند مرزوق نطبقه. يلا. مرحبا يا مرزوق. يا هلا يا مرحبا ابو عواد، هلا بالضيوف. يا هلا يا هلا، تفضلوا. عنيدنك. اسمع يا مرزوق، انطيني ذينك بدي اهمس بيها كلمه. تفضلي همس يا هميس. هذا هو الزلمه الاهبل الطبره اللي بدنا نلبسه الدكانه. والله يا هلا يا هلا، تفضل يا اخوي تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. اشتري اشتري اقعد. والله ويا هلا بالهبيلة، قصدي يا هلا بالأستاذ إسماعيل. يا هلا فيك. قول قديش بدك تدفع بالتكاري؟ شوف يا أخوي لا تطمع فينا ولا تطمع فيك. حقاني حقاني والله، قول يعني قديش؟ يعني 500 ليرة. إيه بالتكاري ولا بالبضاعة؟ بالتكاري والبضاعة يا مرزوق. لا يا أخوي أبو عواد، رخيص رخيص صدقني، بعدكم ما دفعتوا خلو الرجل. اسماعيل اسماعيل، زيدوا فوق 10 ليرات، زيدوا على راسي يا عمي. 500 ليرة وفوقي 10 ليرات تكرم. وانا موافق وانا موافق. يا ريت، وان شاء الله الف مبروك. دخلك قول لي، وشو بدكم تساووا بالتكاني؟ يا اخوي بدنا نفتح فيها نفوتيه. نفوتيه معقولة؟ أبيش نفوتيتات هون قريبة. يلا يا أخوي خلنا نكتب العقد مشان ندفع ندفع له العربون. يلا نكتب. اسمع اسمع يا أبو وشي، ترى إذا كان الوشي هاي اللي براسك أنت مصدقها إحنا مش مصدقينها. وانت يا أبو عواد نسيت الصداقة ونسيت تجيني عشان واحد مثل هذا؟ آخ آخ، أنا ما بعت دكاني لشخص أو لإنساني، ألا فانهزم يا أبو وشي وإلا بكفتر ميزاني. شفت هالمجنون؟ يا زلمة هذا كان لاول فشخنا. دوبارتو عندي بسيطة. مرحبا يا أخو، كيفك عواد؟ أهلين. وشلونك؟ أهلين يا أخوي. لا تأخذني، ترى أنا نسيت أجيب لك هدية مثل أمك وأبوك وأختك، فأخذ لك النيرتين جيب لك فيه الشغلة. أنا ما بأخذ مصاري. جاهل، بتظل ولك طول عمرك جاهل. شوف هاي هن بجيبتي مخبي لك اياهن، بس اقنعك بنطيك اياهن. خايف بكره يابا ما تلاقي حدا جنبك حتى تقنعه. شو بتقصد يا ولد؟ يابا انت فاهم شو بقصد بس ما بتحب تفهم. لا انا بفهم، واذا ما بتقب من وجهي هالساعه بفهمك بالضرب. فاهم؟ امشي من وجهي شغال. ايه
عم عواد وايش قلت بالنسبه للنوفوتيه؟ النوفوتيه؟ معلش يعني كانت مرزوق ما عرفنا ندبرها، بس لو اعرف منو اللي قال لمرزوق انه التكانه بدهاش تنهد غير بغز عينه. العافية فواز. عواد منيح اللي جيت. خير يا فواز، ابوك بالدار؟ ايوه. عاد تعال معي عنا على البيت؟ ايوه بصراحة أنا بدي أرجع أطلب إيد أختك نجاح مرة ثانية. أيوه يا فواز بس إيش؟ في إشي؟ لا 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 ما في إشي. كيف وضع أبوك؟ كيف حالته؟ مبسوط؟ زعلان؟ مبسوط 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 كثير، وأكيد رايح يعطيك. يلا يا بيا نجاح افتح الباب. مرحبا فواز. مالك؟ في إشي؟ بفضل انك ما تدخل. وانا بفضل يدخل. تعال. ها منو؟ فواز. عليكم السلام. مرحبا عمو. مرحبا. بحب اعرفك على شريكنا ونسيبنا وقريبنا وخطيب بنتنا نجاح، الاستاذ اسماعيل. خطيب نجاح؟ نعم، والجواز بتم بعد انتهاء المشروع. انت يا عمي ونجاح وافقت؟ انا ما عنديش بنات بترفض. يابا باختصار الأستاذ فواز جاي يخطب أختي بنجاح. وأنا ما عنديش بنات بخطبوا اثنين. بس يا عمي اقلب وجهك من قدامي عم الدبب، إذا الدار هاي بتفوتها مرة ثانية بقطم اجرك. امشي يابا ما بصير. وانت بطرود معه. يلا برا امشي. يلا اقلب وجهك شي غاد. مدام عارف هيك الجو ليش تخليني أدخل؟ عشان أبوي يعرف إنه غلطان، وعشان يقارن بينك وبين إسماعيل، وعشان يعرف انه نجاح مش ممكن تضيع من بين ايدينا. المهم نجاح هسه شو رايها بالموضوع؟ رايها من رايي، مش ممكن توافق عليه. يلا يا زلمه مالك؟ روق وروقنا عاد، هدي اعصابنا يا زلمه. يا عم انت كان لازم انك تدشرني عليه، هذا واحد جاهل ما بفهم. في واحد في الدنيا بطلب ايد وحده من خطيبة؟ معلش عمو ما تزعلش، تعال روق روق بس روق، شغلة مش محرزية يا زلمة. يقعد مدرسة خصوصية. شو يا عمي؟ بنفتح يا سمعة مدرسة خصوصية. شو رادنا ما نفتح مدرسة خصوصية؟ بس يعني يا عمي بدي أسأل، فكرك هاي بتربح؟ يا زلمة أحسن تجارة بالقرن 20 والقرن 25 على التوالي. شوف يا حبوبي، احنا بناخذ من الطالب بالسنه 500 دينار. ال 500 اكتب 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 ال 500 دينار مشان ما نبين انه احنا غاليين ويبينن قلال، بنعملهن على قديش؟ على 4 دفعات. طيب يا عمي يعني والكتب؟ ها الكتب، الكتب يا سيدي بنجيبهن من برا، بنجيب الكتاب بشلن بنحط عليه دينارين وشلن. طيب يا عم يا عم والمعلمين؟ ايه هاي يا عمو شغله بسيطه، بنلاقي لنا معلمين بنا ومعلم طوبار وبنحل هالشغله، يعني ما بيها شيء يا اخي. بس يا عمي هذول معلمين مدارس. انت بدك معلمين مدارس بسيطه. شوف خيو، انت بتعلم لك حصه وماده وانا بعلم لي حصه وماده، انت بايش بتفهم؟ يعني شويه محاسبه. اها انحلت. انت بتدرس تجاره وانا بدرس ايش؟ رياضه. رياضه؟ نعم. انت ما يغرك شكلي يعني وقيافتي ومنظري، بس انا عمو شايف دمي حامي زي النار، بيغلي غلي من جوا، بعدين انا رياضي ابا عن جد. طيب يا عمي ظل ايش كمان؟ ظل يا سيدي التنانير والمرايل والبنطلونات والقمصان. احنا بنعمل الزي موحد، يلبسوا زي بعض مشان ايش؟ مشان نكسب. بنوديهن عند متعهد تاجر خياط يقصهن اي كلام هيك يعني بسعر الفجل، وبنبيعهن للطلاب بسعر وشو الصيدلية. الصيدلية؟ طيب يا عمي هاي الشغل يعني فكرك انها مربحة؟
اي هو عمك ابو عواد بطلع شغلات مش مربحه. شوف خيو، احنا هسه لازم نروح نسجل المدرسه وبنبصم الرخصه ونحطها بجيبتنا قبل ما يروح علينا وشو يروح علينا موسم المدرسه. بس يا عم شوف، انا موافق على كل شيء بس في شرط. اشرط يا ابو وشي اشرط. نعم يا استاذ اسماعيل. يعني بقول انه قبل ما نكتب الشركة نكتب عقد الزواج. وماله وماله، بنكتب عقد الزواج وبعدين بنكتب عقد الشركة. يلا يا حبوبي تفضل تفضل. تفضل يا ابو نسب تفضل. لا والله يا عم غيرت غيرت في الاول، مثل بقول العين ما بتعلق. الحاجب تفضل يا حبوبي. الحاجب الانسان بيستغني عنه بس العين ما بيقدر يستغني عنها. تفضل يا ابو نسب. والله يا عمي جيره يا زلمه. مرحبا عم ابو عواد. مرحبا. اهلا عمي جميل، قلب وجهك وشيغات مع السلامه. تفضل جميل 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 تعال. نعم 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 عم ابو عواد. نعم انت بعدك بتعرف تسوق؟ ولو معلم. بتعرف تشحط بريك بسرعة؟ ولو يا عم ابو عواد، انا مستعد بلحشة بريك صغيرة اخلي الركاب اللي قاعدين ورا يصيروا عندي على اشتيري. وهذا هو المطلوب. مطلوب لويش يا معلمي؟ انت بتعرف تسوق باص صغير؟ ولو وترول بعد. وهذا الباص الصغير بسع 20 راكب، قديش يعني بتقدر تتحش لي يا طلاب؟ بقدر اعمل لك اياه علبة سردين. علبة سردين ممتاز، يعني بتعبي لي اياه وبتتحش طلاب. يعني لو قلنا بالدقة بالدقة كم طالب بتقدر تدبز لي بهالباص؟ هذا بدحش بي يعني 20-30-70 يعني بين 90 و100. لا بدك تحط لي بيه 120 طالب تدبزهم دبز. ومستعد 130، بس شو القصة؟ القصة انه انا ونسيبي بدنا نفتح مدرسة خصوصي ونعينا كأنه شوفير باص خصوصي. على راسي يا معلمي، انا مستعد اخدمك برموش عيوني، بس ما انت بتعرف ان انا بشتغل عند مرزوق. مرزوق سيبك منه، مرزوق ما تخاف منه. هالساعه بتروح عليه وبتدز المفاتيح بترميهن بوجهه لاني انا بنطيك راتب ازود. بعدين بتيجي بتقابلني انا لاني انا مدير عام المدرسه وبدرس رياضيات. طيب على راسي يا معلم، يلا سلام عليكم. مع السلامه. يا اخوي احنا ترانا احنا هيك تاخرنا على الوزاره. يلا شد حيلك نعد 1-2 مشي رياضيات. يلا واحد استنى، انت ما تعد معي. شو اسمه فواز، تعال تعال تعال. انت منو قال لك تمرق من قدامي من هون؟ امشي قلب وجهك شيغات. يلا تمرش من قدامي. استعد انت عمو، ما تعد، انت بتنقز وانا بعد وبنمشي. يلا 1-2 1-2 1-2. بيلزموا الفراطات، بيلزموا بيش فراطة بالبلد. مرزوق تدري انك طبرة؟ منو اللي طبرة يا جميل؟ انت طبرة ومية طبرة يا مرزوق، وفكرك يعني بتخوفني بصوتك العالي وبطولك وعرضك. ها جميل سانحك وانت مطرود. وهذا هو المطلوب، وايدك على باقي حسابي والتعويضات. ولي 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 ولي، هذا مستقتل على الطريق. وشو القصة؟ القصة يا مرزوق اني تعينت شوفير مدرسة خصوصي. الله يساعد ركاب مؤسسة النقل العاد. مش من المؤسسة، ما قلنا لك شوفير بمدرسة خصوصي. وناوي تسكرها يا جميل؟ اسكرها؟ طبعا، ها منو ولي امر الطالب اللي راح يوافقها انه يركب ابنه باز انت شوفيره؟ وانا شو دخلني عاد يا مرزوق؟ شو دخلني؟ معلم الجديد ابو عواد هيك بده. ابو عواد بده يفتح مدرسه خصوصي؟ بالاول نوفوتي وهالساعه مدرسه خصوصي. اي والله يا عمي بفهم بالتجاره، بفهم. هيك العقليه اللي بتفكر بالتجاره ولا بلاش؟ وانا ما بقبل، مش ممكن اكون سلعه بين ايدين تاجر يبيعني للي بدفع اكثر. اي هو دفع بعقلي يا بنيتي؟ دفع 25,000 دينار مهر الك، غير الاثاث اللي بدك تختاريه على اخر طرز. زي العصفور في قفص، شو بتفرق عند العصفور انه يكون في قفص من ذهب او من حديد؟ المهم انه محبوس وبس. اي هي الجيزه حبس يا بنيتي؟ على طريقه ابوي مش حبس وبس، هي اعدام.
انت ما بتعرفيش مصلحتك، انا وابوك بنفكر لقدام، الحب ما بيطعمي خبز. اشرف لي اني اموت وانا جوعانه مع واحد بحبه، ولا اني اموت شبعانه مع واحد بكرهه. اذا كنت ما بتحبي هسع بعد الزواج بتحبيه. الحب الحقيقي يا نجاح بيجي بعد الزواج. مش راح يكون في زواج عشان يكون في حب يمه. اذا ما بدك ترضي برضاكي راح تقبلي غصبة عنك، والاسبوع الجاي كتب كتابك. شفت يا سمعة؟ شفت بالله. ما قبلوش ينطونا رخصة لمدرسة خصوصي يسجلوها باسمنا غير بدهم جامعة. شوف يا عم، انا صحيح اني مش متعلم لكني بفهم اكثر من الجامعيين. هذول عمو بحبوا المظاهر بس. ومنين هسه نروح ندبر نلاقي لهم جامعي؟ منين 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 يعني؟ الواحد لو فرك مخهم يتفركا. لقيته سمعة. روح روح عالدار بسرعة. شغال مرحبا عمو. عمي. ليش عمو مخبي وجهك عني؟ عشان ما تشوفني وتزعل. سلام عليكم. اقعد اقعد، عايزك. نعم. انت جامعي؟ ايوه. معاك رخصة انك جامعي؟ يعني قصدك شهادة؟ معي. والله انا دايما يا اخي بقول انك شهم ورجل اللي بن حلال وعلى وجهك بتيجي الرزقة. وشو اللي قلب الحال هسا؟ المصلحة. اي مصلحة؟ انا يعني بتفكرني كنت انا بدي انطي ابو وشه بنتي. لا يا عمي لا، انت يا حبوبي لازم تفهمها لحالك. صدقني يا عمي انا كنت ابصر شو اللي صار لك. بدي منك خدمة. انا تحت امرك. احنا رحنا نسجل مدرسة خصوصي بالدوائر، طلبوا منا اللي صاحب المدرسة اللي اسمه بدي يكون بيها لازم يكون جامعي، وانت جامعي. بس يا عمي انا بشتغل. يا حبوبي يا حبيبي، انت ونجاح يعني بتتعاونوا مع بعض، بنسجل المدرسه باسمك، بعدين انت بوقت فراغك اضافيا يعني بتنطي درسين خاصات، يعني حصص اضافيه يكونوا هوينات عليك، ويمكن نجاح تنطي انت ونجاح، يعني بتكونوا انتوا اثنين ثنائي عظيم يا اخي. بعدين هسه انت فاضي نروح نسجل المدرسه باسمك؟ بس يا عمي. يا عمي انا عارف انك موافق وانك زلمي نشمي. يلا قوم خلي روح نسجلها يا زلمي. انا مش موافق مش موافق. اسمع انا مش موافقة عليك. ليش مش موافقة؟ وانا بدي ألبي لك كل طلباتك. وهي الزواج بنظرك تلبي الطلبات بس؟ يما يا نجاح هذا مش طريقة تحكي فيها خطيبك. يما هذا مش خطيبي وانا ما بعرفه، انا بكرهك. بتكرهك انت؟ طبعا. واذا كان في عندك شويه رجوله يا اخ فلازم الرفض يجي عن طريقك مش عن طريقي انا. كيف الرفض يجي عن طريقي وانا تارك كل غربه كلها علشانك؟ لانه في بنات ممكن يقبلوا فيك لكن انا لا. شوفي انا بحبش اوجه راسي بقروش الستات، خلي ابوك هو اللي حل المشكله، يا جيستي يا ما فيش شركه. وبتهدد كمان. طب انا مش راح اوافق ولو كان على قطع رقبتي. شي غاد ولا يهمك يا سمعة ولا يهمك يا ابن اختي، بكره كل المشاكل بتنحل. خالتي انا بنت في بيتك ومن بنتك، اما ان شاء الله بس اتجوزها بكره غير اطلع الشيب في راسها. يا حبوبي ليش معند؟ العناد شغله مش كويسه. شوف مثلا انا عندت اني انطيك بنتي، فكرت بعدين لقيت حالي غلطان. عم بعواد لا تحاول تقنعني بشغلي غلط. يا عمي شو الغلط بفتح مدرسة خصوصي؟ المدرسة الخصوصي مسؤولية كبيرة وبصراحة انت مش قدها. انا معاي مصاري يا زلمة، وبنسجل المدرسة باسمك وبعدين بندور على خشة وبنفتح فيها المدرسة. والتعليم والاطفال اللي اهاليهم مركنين علينا انهم يتعلموا على الاصول. يا سيدي انت قل لي شو الاصول واحنا بنعلم الطلاب الاصول. انا مش فاضي يا سيدي. بندخلك معنا شريك مضارب. لا تحاول تغريني، لا يمكن. يعني إذا أنا بوافق على تدمير حياة الآلاف من الأطفال، وهي كارثة، وأنا لا يمكن أكون سبب بحدوث كارثة بلدي. يا حبوبي رغم كل اللي حكيناه معك أنت غبي غبي. أنت بتفكر بس أنت جامعي بهالبلد وعندك خبرة؟ مو أنا هسع بركب السرفيس وبنزل على البلد بلاقي 15 جامعي دايرين مش ملاقين شغلة. ممكن تلاقي لك حدا يبيع ضميره
لكن تأكد تماماً إني رايح أحاربك. وأنا مخاصيك بتخنصرك وأنا مخاصيك ومع السلامة قب من وجهي. سلام عليكم. بس اسمع يكون بعلمك، فكر من هون لبكرة، يا بتيجيني على الدار يا أنا باجيك بنفسي على دارك، مش مشان نسجل المدرسة باسمك، بس مشان تحضر عرس سمعة قرابتنا على بنتي نجاح. أستاذ إسماعيل، أستاذ إسماعيل، العافية. مرحبا، كيف حالك؟ تفضل. يا هلا. استني اقعد. يا مرحبا. إن شاء الله بخير. ها قول لي، وشو صار بمشروعكو؟ قصدك المدرسة الخصوصية؟ أيوة. إن شاء الله هاليومين بتكون الرخصة بين أيدينا. إن شاء الله. بدي أتعاون معاكو. شو؟ مدرسة خصوصية تتعاون مع واحد مثلك دكانجي؟ بتتعاون يا أخوي. اسمح لي استريح. بمشروع عندي إلي وإلكو. قول. الحقيقة يعني بدي أفتح لي فرع للتكالي هاي اللي عندي بالمدرسة تاعتكو، مشان نبيع الأشياء اللي بتخرب عندي لطلاب المدرسة وعلى النص. اللي بتخرب؟ الأشياء القديمة اللي ما بتمشي هون بنمشيها بالمدرسة. بس يعني الواحد لا تخاف، لا تخاف يا أخوي، التموين ما بيراقب، ما بيراقب التكاكين اللي بالمدارس، وبعدين بنظبط حالنا وبنظبطك. بنظبطك. طيب بنشوف. كويس. وبعدين بي شغلة ثانية، بالنسبة للمرايل والبنطلونات والقمصان اللي بدكم تلبسوهم من الطلاب غصب عنهم تأخذوهم من عندي. بس انت ما عندك لفتين. ايه مش مهم يا ابن الناس، هاي شغلة بسيطة، بنجيب. بس انتو بتجيبوا لي قياسات الطلاب المدارس هذول، وانا ان شاء الله بزبط حالي. بعدين بي عندي مرتي بتدرسهم على الماكينة، اي شيء وعلى النص. اذا على النص هيك، اذا على النص انا ما عندي مانع. ممتاز. وبعدين بشغلة رابعة، يعني اسمح لي، بالنسبة للسكن بي عندي غرفة صغيرة، هي قدي غرفة صغيرة، بأجرك إياها 100 ليرة بس. وبهاي الطريقة بتكون أنت ما تحملت جميلة أبو عواد، وبعدين بتظلك قاعد لحالك. بس أنا بدي أتجوز وأسكن في بيت محترم. على راسي، بنأمنك أخوي، بنأمنك. بس أنتو أمر يا ابن الناس، بننفض لك غرفة ثانية وبتقعد بيها أنت وعروستك. بمناسبة العروس والزواج، ترى بي عندي بنت، يعني الواحد بلاش يقعد يجيب سيرتها الساع. بس أنا ما بأخذ إلا بنت أبو عواد نجاح. طيب يا أخوي، أنت حر، مثل ما بدك. بس انت يعني بتمر علينا زيارة خاصة، وبتشوف بعينك، وان شاء الله بيصير نصيب وبتوكل زبيب. والله يا هلا بابو نسب، يا هلا بابو وشيه. شو؟ ابو وشيه؟ انت مش اسمك ابو وشيه؟ لا تواخذني يا اخوي، ترى ابو عواد، يعني اتواخذنيش، ابو عواد قال لي انه اسمك ابو وشيه. شو؟ بعد ما إجا هذا فواز عمره لا إجا. اسمع عمو يا سمعة. نعم يا عمي. روح جيب جهازك وتعال. يلا يلا يا خالتي معنا. يلا يا نجاح يما. مش رايحة يما. بلاش نجاح، روح وجهزوا بدون نجاح. ضروري تروح معكو نجاح؟ إذا مصممين إنكم تجيبوا جهاز فجيبوا معه تابوت أحسن. ليش تفشلوها؟ جيبوا لها تابوت، ما تزعلوها، جيبوا لها. يا ابو، عاجبك اللي بصير؟ عاجبني نص، واذا مش عاجبك انت بنخلي المهر تابوتين، واحد لك واحد لها. يابا بتفكرني اني ممكن اموت نفسي على شيء ما له قيمه؟ لا يابا، اسمح لي اقول لك انك غلطان. بعدين اختي نجاح عاقله ومش ممكن تسوي شيء بحياتها. مرزوق، شفت الاسماعيل يا اخوي؟ شفته، كان يركض من هون. يركض راح لوين؟ يمكن كان خايف منكو عشان بدكو تنطو بنتكو غصبة عنه، تمكن عشان يعرف حقيقتكو يا ام عواد. بالمناسبة يمكنكم ان تتفضلوا علينا بمناسبة فرح اسماعيل وابنتي سامية بعد اسبوع. شو؟ فرحهم؟ فرحهم، انا منطي اياها بدون ما اقصقص جناحي.
ول هو صحيح لويش هرب؟ يمكن هرب يوم شاف الشرطة. ول هو شو مساوي؟ ألو، نعم أنا أبو عواد. منو؟ المخفر؟ شو؟ اعترف أبو وشي؟ آها، لا يا حبوبي، لا لا قرايبي ولا بعرفه. لا يا عمي، لو إنه قرايبه معواد بس هي عمرها ما شافت خلقته بتعرفهوش. لا يا حبيبي، إحنا هيك أشكال ما بنعرفها. الله يرضى عليك، بمان الله، مع السلامة، شكرا. شو تصير يا أبو العود؟ لا بيش شي، شغلة بسيطة بس قرايبي شابو نقزة طلع نصاب حرامي، مزور له أكم من شيك باسمه وهارب من الغربة، وشو عملوا بيه الشرطة؟ قضبوه. يعني طلع نصاب يا أبو؟ مليح لما تجوزتي يا نجاح. بدي أقول ليش كان ظلوا يتونون. ما أقول قرايبي يطلع نصاب. معليش يا أم أوتي يا حبيبتي، لا تبكي ولا على بالك، راح الزلمة بس كان بده يورطنا ونجوز بنتنا. معليش، لكن أنا المشاريع مش راح ألغيها. شو بتقصد يابا؟ أنا يابا راح أفتح مدرسة نوفوتي. قصدك مدرسة نوفوتي يابا؟ لا يا حبوبي، راح أفتح مدرسة نوفوتي والشاطر يفهم. شي غاد